السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد فاروق من قناة مايكرو بايو بوكس. إن شاء الله الحلقة دي هنتكلم عن الجزء الثاني من السكشن الثاني لمادة الأكتينوميستات العملي للفرقة الثالثة بكلية العلوم قسم النبات والميكروبيولوجي. إن شاء الله هنكمل في الجزء الثاني عنصر الايدنتيفيكيشن of actinomycetes. وقبل ما تتفرج على الفيديو اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيه علشان نكمل معاكم ان شاء الله بفيديوهات تانية جديدة. هنتكلم على الـ identification of actinomycetes، ازاي يتعرف على الاكتينوميسيتس بعد ما ظهرت لي على طبق بيتري. التعرف على الاكتينوميسيتس بيتم من خلال ثلاث طرق: أول طريقة الكلاسيكال، ثاني طريقة الكيمو تاكسونوميكال، ثالث طريقة الموليكولار تيست. الكلاسيكال عندي بتنقسم لثلاث حاجات، بتنقسم إلى مورفولوجيكال، بتنقسم إلى فيسيولوجيكال، بتنقسم إلى بايوكيميكال تيست. أول حاجة عندي الكلاسيكال. الكلاسيكال ليه أول خطوة أو أول تجارب بنمشي عليها فيها اللي هي تجارب المورفولوجيكال، ودي هنشوف فيها الاريال مايسيليوم كولر، وهنشوف فيها السبستريت مايسيليوم كولر، هنشوف لون السبستريت ولون الاريال مايسيليوم، هنشوف هل في صبغة ميلانويد لونها يعني لونها بني قاتم في الميديا ولا لا، هنشوف السوليبل بيجمنتس ودي عبارة عن الصبغات الموجودة فوق سطح الميديا، هنشوف حاجة اسمها ريفيرز سايد بيجمنت ودي الصبغات اللي تحت الميديا، هنشوف حاجة اسمها سبور تشين مورفولوجي اندر لايت مايكروسكوب. رقم 7 هنشوف السبورز سيرفيس اندر سكاننج الكترون مايكروسكوب، هنشوف السيرفيس بتاع السبور دي هل هي رف، هل هي سموث، هل هي سبايني، هل هي هيري، وهكذا. رقم 2 من الخطوات اللي بنمشي عليها في الكلاسيكال حاجة اسمها الفيسيولوجيكال تيستس، اللي هي هنشوف تأثير الكربون سورس والنيتروجين سورس، وهنشوف تأثير البي اتش والتمبريتشر والهيوميديتي اللي هي الرطوبة، وهنشوف تأثير الـ NaCl على الوظائف الفيسيولوجية للأكتينوميسيتس. رقم 3 من الخطوات اللي بنمشي عليها في الكلاسيكال حاجة اسمها البايوكيميكال تيستس، ودي هيكون فيها تجارب عديدة هتيجي بعد كده في الفيديوهات القادمة. هنشوف فيها الكربون سورس فيرمنتيشن تيست، سواء ده كان شجر، لاكتوز، جلوكوز، اي شجر اللي هيحصل له فيرمنتيشن. هنشوف الـ H2S برودكشن تيست، هنشوف اكتينوميسيتس بينتج H2S، هنشوف النيتريت ريدكشن تيست، هنشوف الليبيد هيدروليسيس اكتينوميسيتس يستطيع تحليل الليبيد الدهون، هنشوف اكتينوميسيتس يستطيع الانتاج الكاتاليز، هنشوف اكتينوميسيتس يستطيع تكسير او تحليل الجيلاتين، هنشوف اكتينوميسيتس يستطيع تحليل البكتين. في حاجة مهمة جدا في خطوة التعرف الكلاسيكال على الأكتينوميسيتس، في نظام العلماء طوروه اسمه الـ ISB system. الـ ISB system هي عبارة عن specialized media، مجموعة مختلفة من الميديات، اختصار طبعا الـ ISB system International Streptomyces Project. الـ ISB system عبارة عن سبع ميديات مختلفة للتعرف على الأكتينوميسيتس. الطيبس بتاعتها في ISB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، يعني من أهمهم الـ 1 والـ 6 والـ 7. الـ 1 بيسموها تريبتون ييست إكستراكت بروس، والـ 6 بيسموها بيبتون ييست إكستراكت آيرن أجار.
و 7 بيسموها تايروزين أجار ميديا. بيجيبوا الميديا ويصبوها في اطباق ويزرعوا عليها الأكتينوميسيتس ويحضن. فترة الحضانة تتراوح، مثلا هنبدأ، أنا حضنت من أول يوم مستنيت لمدة 7 أيام، هبص على الطبق أشوف الإريال مايسيليوم، هلاقي لونها مثلا وايت، تمام. هبص على السبستريت مايسيليوم هلاقي لونه مثلا يلو. هبص على البيجمنت هلاقي مفيش. اجي بعد الـ7 ايام، اجي مثلا في اليوم الـ14 في فترة التحضين، اجي ابص على الوايت الاقيه يلوش وايت، يعني ابيض مصفر، تمام. هاجي ابص على اليلو الاقيه براون، هاجي ابص على البيجمنت هلاقي فيه بيجمنت لونها يلو. ده كل ده على ميديا واحدة الاي اس بي 1. هاجي مثلا بعد الـ14، هاجي مثلا في اليوم الـ21 ابص على الاريال مايسيليوم الاقيها مثلا يلو، الاقي اللون الابيض ده اتحول ليلو، والاقي السبستريت مايسيليوم لونها بقى دارك براون، واجي على البيجمنت الاقي لونها بقى اورنج، تمام. مثلا نستخدم الاي اس بي 6 اللي هي البيبتونيست اكستراكت ايرن اجار، اجي مثلا في اليوم الخامس في فترة التحضين والاقي الاريال مايسيليوم لونها يلو، واجي على السبستريت مايسيليوم الاقي لونها يلو، واجي على البيجمنت الاقيها ريد. اجي مثلا في اليوم العاشر وابص على الاريال مايسيليوم الاقيها اتحولت لدار كيلو، وابص على السبستريت مايسيليوم الاقيها اتحولت الى اورنج، وابص على البيجمنت الاقيها زي ما هي ريد. يبقى اذا دي طريقة، دي ميديا بيتم استخدامها للتعرف على الأكتينوميسيتس بطريقة أكثر تخصصية. تاني خطوة إن شاء الله من خطوات التعرف على الأكتينوميسيتس اللي هي الكيمو تاكسونوميكال، اللي هو التصنيف الكيميائي. التصنيف الكيميائي بيتم من خلال تجربة بنسميها السيل وول هيدروليسيس تيست. السيل وول هيدروليسيس تيست فائدتها ان انا بعمل ديتكشن للداي امينو بايميليك اسيد في السيل وول بتاع الاكتينوميسيتس. لو ظهر معايا اللي ده يبقى ده نوع من الاكتينوميسيتس، لو ظهر معايا الميزو داب يبقى ده نوع من الأكتينوميسيتس. تالت حاجة اللي هي المولوكولار تيست، ودي بنستخدم فيها الـ16S ريبوسومال RNA تيست. وبكده نكون انتهينا إن شاء الله من الجزء الثاني من السكشن الثاني لمادة الأكتينوميسيتات العملي. اشترك في القناة ولا تنسى تفعيل جرس التنبيه علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.